عاملين ايه، وحشتوني جدا. النهارده هنتعرف مع بعض على حرف جديد من حروف اللغه العربيه، حرف اللام. هنا ده شكل كده حرف اللام وهو واقف لوحده، حرف اللام ده ليه شكله وهو واقف لوحده، وده حرف اللام وهو ماسك في اللي جنبه. حرف اللام واقف لوحده واللام ماسك في ايد اللي جنبه. طيب اكتب ازاي حرف اللام وهو واقف لوحده؟ عصاية طويلة فوق السطح، ايد شمسية. تاني، عصاية طويلة فوق السطح، ايد شمسية. حرف اللام وهو ماسك في صحابه، عصاية طويلة فوق السطح وافرد ايديه على السطح. تاني، عصاية طويلة فوق السطح وافرد ايده على السطح. دلوقتي هنعرف اصوات حرف اللام. حرف اللام هياخد معايا اربع اصوات. اول صوت لام فتحة، الفتحة فوق، هفتح بوقي واقول لا لا. تاني صوت لام كسرة، بوقي يضحك لي لي. لام ضمة، لو لو. لام سكون، لي. طيب ده صوته لا لي لو لي. مين شاطر يقول لي لا لا لبن؟ لا لا لبن يتحط فين؟ شاطرين، هحط اللبن لام فتحة. صورة ايه دي؟ لي لي لسان، بقي ضحك تبقى لام ايه؟ شاطرين، لام كسرة تبقى لسان. صورة ايه دي؟ لعبة، صورة لعبة، بقول لو لو لعبة، هحطها في اللام ضمة. صورة ايه دي؟ صورة كلب. سمعنا صوت اللام ايه؟ سكون. احنا اتفقنا ان السكون ضعيف، عشان كده في حرف جه قبل اللام عشان يثبت السكون، فتبقى كلمة